سلام يا باشا. ده الجو هنا حلو حلاوة. دلوقتي أنا عرفت ليه الإسرائيليين متبتين فيها. حد يسيب الجمال ده كله؟ ومفيش راديو هنا ولا كاسيت ولا حاجة. كاسيت وراديو إيه؟ أنت ماشي على الكورنيش. أي حاجة برضو تسلينا في السكة يا باشا عشان ما نزهقش. أهو اشتغل أهو. دي أغنية إسرائيلية يا باشا. بتغنيها مطربة عندهم اسمها ليفيانا، بس مطربة قبيحة قوي. كل أغانيها قبيحة. يعني شوف الكلام. اضربني كل يوم، هزقني، علقني. ايه؟ علقني. علقني. شدني من شعري ودوس عليا برجليك، وبعد ما تعمل ده كله هحبك. اموت انا في المعاني الرخيصه دي. واضح ان انت بتفهم عبري كويس قوي يا ابراهيم. امال ايه؟ اصل انا معاشرهم، قعدت معاهم 4 سنين ايام ما كنت شغال في السياحه. يعني عندك مثلا يا باشا الست الاسرائيليه عشان شخصيتها قوية على جوزها تحب الراجل الخشن اللي يفقعها قلمين تنعم وتطرى في ايده على طول، عكس الامريكانية. الامريكانية هبلة. عندك بقى الفرنسوية تحب اللزازة الشياكة. انت هتحكي لنا على مغامراتك النسائية؟ انت نسيت ياض احنا جايين نعمل ايه؟ ومالك واثق من نفسك قوي كده؟ تعرف يا باشا لو كانوا طلبوا مننا 6 نسوان اسرائيليات عليا النعمة كنت قمت بالليلة دي لوحدي. هو انت حياتك كلها كده يا ابراهيم؟ كده ازاي يعني؟ يعني كلها نسوان وتفاهه وهبل زي اللي احنا سامعينه ده؟ لا يا باشا، اصل انا راجل مش مكالكع، انا راجل بحب الحياه، يعني لو مكتوب لنا نموت هنموت. نموت بقى واحنا بنلطم ونصوت وشايلين الهم، ولا نموت واحنا بنغني ونرقص؟ هو مين له نفس انه يفرفش ويغني ويرقص وبلاده محتله؟ احرجتنا. احرجتك. احرجتني الله يجاني. ده انت كبل. حرجتك ايه؟ ده انت بيلا سوق. والله رقبتي قد كده. كان فين الذكر؟ مستر ناجي؟ مش ممكن. ايه المفاجأة دي؟ عفادية. ازيك عفادية؟ بسادر بسادر. بارك انك انت بخير، والله وحشتي، وحشتي كتير كتير. ما تقعد معايا شوية.
والله من ساعة ما سبت إسرائيل وإحنا طول الوقت نجيب في سيرتك مستر ناجي. إيه المفاجأة دي؟ بس أنت بتعمل إيه هنا؟ والله يا أفادة يا أخويا، أنا من ساعة ما سبت الخدمة وأنا زي ما تقول كده إيه جات لي حالة قرف، قلت أقلب عيشي. اللقمة اللي تخلص أوام أوام ماشي، إنما بقى اللي هتعمل لي قلب الدماغ بما يصفها أحسن. طول عمرك شاطر مستر ناجي. إنما أنت إيه اللي حدفك على هنا؟ والله في تاجر خوخ عنده 10 طن وعايزني أشيله، وإداني معاد هنا. شلومو كوهين. الله، هو اتصل بيك أنت كمان؟ أوعى تعلي عليا يا مستر ناجي، إحنا أصحاب. معقول أعلي عليك برضه؟ ده أنت حبيبي. وبعدين أنا ما أقدرش أعلي عليك لسبب بسيط جدا. إيه؟ أنا شلومو كوهين. اسمع يا فادية، أنا جات لي هنا لقمة عيش أكل منها الشات، وأنت عارفني ما أقدرش أكل لوحدي عشان ما أصبرش، عشان كده فكرت فيك. أنت حبيبي مستر ناجي. وأخبار الناس إيه في تل أبيب؟ والله الحال ما يسرش، الشباك رايح جاي يلم في العمال من المحلات، ده أنا آخر مرة قلت نقفلها أحسن، مش جايبة همها. وبتلعبوا فين أمار؟ والله ولا بنلعب ولا حتى بنشوف حد، ده حتى القهوة عند مزراحي ما بيناش نروح. الظاهر انت اللي كنت مجمعنا مستر ناجي. انما ايه البيزنس اللي انت عايزني فيه؟ شوف يا أفادي يا اخويا، انا كلمتك انت بالذات عشان عارفك كويس، انت راجل عملي، ولما تيجي في ايدك فرصة عمرك ما بتضيعها. طلباتك مستر ناجي، انا تحت امرك. قبل ما أقولك على طلباتي لازم أعرفك بنفسي كويس. أنا أبويا اسمه الدولار، وأمي اسمها اليورو. أحسن ناس، وكده إحنا ولاد عم، عشان أنا عم اسمه دولار ومرات عمي اسمها يورو. دول 10,000 دولار، حطهم في جيبك فوق قلبك على طول. قول لي بقى احساسك ايه دلوقتي؟ مش حاسس انك انت دافيان شويه ودقات قلبك احسن؟ انا خدامك مستر ناجي، اقمر. دلوقتي بقى قول لي على احساسك بعد ما شلتهم من جيبك. مش حاسس ان النبض ضعف شويه وفي كده يعني رعشه بسيطه وفي بوادر شلل مؤقت؟ انت ايدك ساعة ليه كده؟ قول لي يا ناجي بيه، انت عاوز ايه؟ قبل ما تسألني عايز ايه، اسألني هدفع لك كام؟ انا هدفع لك 20 باكو زي دول. كام؟ 200,000 دولار، يعني 1,000,000 شيكل.